ولكن التحليل الفني يعني دي حاجه قدسيه، الحكام لازم كلها تبقى عارفه، اللجنه كلها موجوده وفي اهتمام، وبعدين كل الشغل بيتعمل في الجوله الاولى ده بيروح للجوله اللي جايه بقى يا كابتن محمد، لو كان في حالات مفيش فيها توحيد قرارات، في عدم انضباط، في الجوله اللي بعديها بيشتغلوا الحكام على هذا الشغل. فانا بعت هي الجوله محمد ان هو على فكره عدم وجوده التحليل ما كانش تحليل الفني. كل الماتشات التحليل كان معمول اصلا عشان المباراه دي بتاعت الزمالك والبنك الاهلي بس كده يعني، الاجتماع كان الفني هو الهدف من اول ماتش ده كلهم موجودين وكله هيتكلم، بس هو كل الموضوع كان في الماتش ده يعني الاجتماع الفني اتعمل ماتش الزمالك والبنك الاهلي احد يعني الاجتماع الفني اتعمل عشان لا استنى يا كابتن، لا بعد اذنك، لا التحليل الفني تناول بعض الحالات يا كابتن محمد الجدليه اللي في بعض الماتشات. لا بس كابتن فاروق بيقول معلومه مهمه اصلا عشان كده يا كابتن ناصر لحظه كابتن فاروق بيقول معلومه مهمه، قال لك الاجتماع الفني اللي اتعمل يوم الاحد في الفندق في مدينه نصر وفي القاعه المخصصه للاتحاد الافريقي كمان بالمناسبه كان اجتماع معمول عشان مناقشه حالات مباراه الزمالك والبنك الاهلي بس بالنسبه لا مش بس لا لا هو كانت موجوده في حالات ثانيه يعني. بس هو ده كان الاساس ده كان الاساس طب ده كان قدام الحكام ولا كان ايه؟ كان قدام الحكام المناقشه دي كانت قدام الحكام ولا كانت في غرفه لا كانت قدام الحكام في بعض الحالات ومع الحكام في توقيت ثاني، مزيج ما بين كده وكده. طيب مزيج ما بين كده وكده، الحاله الجدليه اللي حصل فيها فكره تسريب المحادثه ومش المحادثه والكلام ده اتقال يوم السبت قبل الاجتماع الفني اللي اتعمل يوم الاحد، وجهه نظرك كابتن فاروق يعني تسريب المحادثه والاجتماع الفني يوم الاحد، هل مش كان من الافضل انك تتواجد يوم الاحد عشان تعرف ملابسات الموضوع كله؟ لا ما هو خلي بالك كان كلام لسه ما كانش في حاجه اتعرضت، كان تمام. مجرد كلام في البتاع ما كانش في حاجه رسمي لسه، حتى لو كلام بالنسبه لكم هقول لك بس يا كابتن، انت لما تيجي تمشي رسمي على التحيه اللي اتعمل عمله جمال صدقي وخد بعض الناس اللي هي وصلت لهم الفلاشه او اللي هم كانوا مناطوين بهذا الموضوع ده يبرئ لجنه الحكام تماما خالص، لان اللجنه استلمت الكلام ده يوم الاحد. هو في الاخر في تحيات نيابه هي اللي هتقول مين اللي بريء، اللجنه استلمت الكلام ده يوم الاحد الساعه الحد الساعه 3:30 تمام، الكلام ده اتقال من يوم السبت يعني اللي حصل ده حصل ما بين نهايه المباراه لغايه قبل ما يسلم للجنه الحكام، يتسلم الهارد يتسلم يوم الاحد 3:30 لمسؤول تقنيه الفار 3:30 تمام، لكن اتقال الكلام ده امتى؟ يوم السبت. يوم السبت اصلا ما كانتش وصلت لنا حاجه فانت على الورق ما فيش، لا الشغل كله او الموضوع كله اتعمل في التوقيت ده من نهايه المباراه لغايه قبل ما يوصل الهارد للجنه الحكام، لكن انت رسمي على الورق لا لجنه الحكام ما استلمتش غير الساعه 3:30. ليه اللجنه تم اقالتها؟ ما انا ده اللي بسال، انا عايز سؤال الاستاذ جمال علام، سؤال للمسؤولين يا جماعه لو في حاجه غلط لازم نطلع نقول مين الغلطان والا الموضوع هينام. طب ليه ناس في اللجنه ساكتين ما بيردوش؟ مين اللي يرد؟ يعني كابتن فاروق طلع في ناس في اللجنه ما بردوش، الناس التانيه هتقول تقول يا كابتن ما هو تم اقالتهم وبحاجه الناس الهارد الناس 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 الموجوده ناس طيبه جدا مش هتتكلم في حاجه لكن انا بقول لك دلوقتي وسؤالي للمسؤولين في البلد في الاجهزه خلينا على الاتحاد احنا دلوقتي في مشكله واحنا عايزين نعرف مين سبب المشكله، لكن الموضوع كده هيمشي؟ لا ده انت من حقك انت كلجنه ده انت ترفع ده اتحاد الكوره رد شرف واعتبار للناس للجنه كلها باللجنه كلها، لان احنا نعرف الحقيقه فين. احنا قدمنا من 2000 من ساعه البار ما دخل 2019 ما حصلش حاجه زي كده وكانت عندنا مشاكل اقوى من كده بكتير. دي اول مره تحصل، دي اول مره تحصل في المنظومه اللي انتوا اشتغلتوا فيها من 2019 من 2019 عمرها ما حصلت. فلازم دلوقتي يا جماعه الموضوع لازم يبان له نتيجه، لكن الموضوع هيمشي وينام وناس تتدخل عشان الموضوع يخلص ويخلص لا، يبقى دي مش رياضه ودي مش كوره، وتوقع بقى المزيد بعد كده. اذا حضرتك ما كنتش موجود، كابتن سيد مراد استلم الهارد يوم الاحد، وبالتالي محتاجين نعرف التفاصيل اكتر في الفتره اللي جايه. اكيد طبعا. طيب القائمه الدوليه يا كابتن نصر، معلوماتي ان القائمه الدوليه لغايه دلوقتي الاتحاد الدولي لم يعتمدها، وكان بعت ايميل لاتحاد الكوره عايز يفهم ايه اللي حصل في القائمه الدوليه. بمعلوماتك واحنا النهارده بنتكلم في 21 نوفمبر، القائمه الدوليه المفروض تتحسم خلال قد ايه؟ كابتن اللي بيحصل انك انت كاتحاد اهلي بتبعت القائمه الدوليه في ميعادها خالص، عاوز اقول ان مفيش مشكله حصلت قبل كده على مدار السنين دي كلها محمد ان القائمه الدوليه راحت وكان فيها مشاكل باستثناء السنه اللي فاتت. لما القائمه الدوليه النهارده يحصل فيها مشكله، وانا هسال محمد سؤال مهم بتسمح لي بس يعني اخد مكانك. السؤال يا محمد، القائمه الدوليه اتعملت اختياراتها مرتين. ده مرتين قدام الرأي العام مرتين. هل من المعقول كلجنة حكام، أنا كلجنة حكام قائمة دولية مصر ومصر دولة كبيرة قوي قوي قوي، وأنتوا كان عندكم فرصة تقعدوا مع بعض كلجنة احنا قعدنا يا كابتن وتحط نقط في الحقوق وتختاروا الحكام، هل من المعقول تتعمل قائمة في يوم وتيجي أنت من معسكر أبو قير في الصبح بتيجي عشان تغير وتقول لي ده شغل تحكيم؟ لا أنت بتقول لي قائمتين وأنت تعرف قيمتين. بعد كده أصلاً ايه اللي حصل؟ لا احكي لنا انت اللي حصل. ما انا ما اعرفش، ما انا بعد كده البتاع السيستم مفتوح. احكي لنا اللي حصل في الاول حتى. السيستم مفتوح. نبدا من الاول. ابدا من الاول. الكشف الطبي كابتن فاروق اصر ان الحكام
تعمل كشف طبي ايا كان فكره الاعمار السنيه، وكله عمل كشف طبي. اه طبعا. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد ما خلصوا احنا قعدنا وعملنا قائمه. اوكي. احنا مين؟ اللجنه مع مجلس اداره الاتحاد. اوكي. واعتمدت القائمه. لا انت قعدت الاول يا محمد مع لجنتك الاول قبل ما تقعد مع الاتحاد. مع لجنتي. اه مع اخترت الحكام بس عشان نكون واضحين. الاول قعدت انت ولجنتك عشان تختاروا الحكام الساحه والفار وهكذا. تمام. تمام. ده قبل ما تنزل. اتفضل يا كابتن فاروق. قعدنا واعتمدنا القائمه وخلص الموضوع. فوجئنا القائمه اتغيرت. مين اللي غيرها؟ اتحاد الكوره. الاتحاد. اتحاد الكوره طبعا. بناء على ايه طيب؟ بناء على اللي قاعد معاهم. حد في اللجنه ولا من بره اللجنه؟ لا من اللجنه طبعا. حد من اللجنه؟ اه طبعا. يعني حد كان معاك في اللجنه اتفق معاكوا على تشكيل القائمه الدوليه بالشكل ده؟ اه طبعا. وبعد ما تم ارسالها خرج من وراكوا وقعد مع الاتحاد وعدل فيها. اه بس انا حمل الاتحاد ما حملش الشخص. بس انا بتكلم على الاتحاد والمسؤول. انا بتكلم على مجريات الاحداث. ده اللي حصل. ده اللي حصل. وبعدين؟ وبعد كده رجعنا تاني عشان نتكلم عن الناس الكبيره اللي هي تكون موجوده كحق من حقوقها. احنا مالناش مصلحه مع حد. طب فدخلت وعدلت. وتعدل فيها. ايه اللي حصل تاني بعد كده؟ انا ما اعرفش. هو التعديل كان في ايه وازاي؟ كان في محمد عادل فقط. فقط. والمساعدين سامي هلهل سامي وهنا فتاح. وهنا فتاح. طب انا سمعت كمان ان محمود ابو الرجال اتشال من قائمه الفار. لا انا مش هتكلم على تفاصيل دلوقتي لان انا معايا الورق ودي هتبقى حلقه كامله جدا هتكلم فيها. محتفظ بالتفاصيل. طبعا طبعا بالورق بكل حاجه فاعفيني اللي انا لغايه ما تيجي من الاتحاد الدولي عشان يبقى لنا رد على القائمه اللي جايه من الاتحاد الدولي. انت عرفت الاتحاد الدولي بعت ايميل لاتحاد الكوره بيسالوا؟ طبعا. لما جالكوا الايميل شفتوا ايه رايك؟ يا ما جالنا الايميل ايه؟ لا جالكوا ايميل من الفيفا كان تعليقك ايه وقتها او اللجنه ردت قالت ايه؟ اللجنه ردت بتقول ان لو في حكام كبار فدول خبرات، لو في حكام صغيرين فاحنا عايزين ندي فرصه، مصر بلد كبيره ومن حقنا ان احنا القائمه بتاعتنا تبقى كبيره. انتوا حطيتوا زياده عن الحد الاقصى؟ في بعض الزيادات اه. وده اللي عمل بلبله شويه بالنسبه بس عادي مش بلبله ولا حاجه، ما كل سنه ساعات بيحصل كده. يعني في السنين اللي فاتت كان بيتحط 8 و9 الكلام ده كله بيتحط يعني مش جديده يعني. مش جديده؟ لا لا مش جديده لا. طيب لما بعته للفيفا كابتن نصر وبعته للفيفا، الفيفا ما ردش لغايه دلوقتي. حسب معلوماتي الفيفا ما ردش. بقول لك على حاجه. ومعلوماتي ان تم ارسال القائمه للاتحاد الافريقي. وهيحط القائمه الدوليه بناء على تقييمات الكاف للحكام في الفتره الاخيره. اسمح لي؟ اتفضل. طيب انا بس بسال محمد هم مجدي رزق هو راجل مسؤول حكام الفار. ليه تم استبعاده من لجنه الحكام؟ ده سؤال. السؤال الثاني هل مجدي رزق هو سبب عدم اعتماد القائمه الدوليه؟ ان هو بعت خاطب الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي وده طبعا على عهده لجنه الحكام قالت ان مجدي رزق خاطب الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي من وراء لجنه الحكام وبالتالي تم استبعاده من لجنه الحكام. هل مجدي رزق تم استبعاده عشان هو قال الكلام الصح يا محمد ولا كانت ايه مشكله مجدي رزق ان هو شفنا ان هو تم استبعاده حتى في المعسكرات الاولانيه في ابو قير ما حضرش خالص والمعسكر تم بدون مسؤول الفار. لا مش استبعاد يا كابتن. بص مجدي رزق اولا هو حد محاضر بتكلم بمنتهى الامانه على درجه عاليه جدا وحد خدم التحكيم المصري واشتغل بكل امانه. لكن اللي حصل في الفتره بتاعه القائمه ان الكابتن مجدي وانا الكلام ده ممكن هو يزعله بس انا بقول اللي حصل ان هو رايه كان بيتغير كل ساعه. يعني نتصل بيه نقول له كذا يقول لا الاتحاد الافريقي انا كلمته قال كذا، نتصل بيه بعدها شويه نلاقي عكس الكلام، فاحنا مش عارفين اصلا هي فين الحقيقه فين اصلا، فدي كانت عملت مشكله، لكن هو على المستوى الشخصي لا الراجل اشتغل بمنتهى الامانه بمنتهى الثقه في شغله ما عندوش غبار في الكلام ده كله، فدي اللي عملت المشكله،